يمر الإنسان في حياته بعدة مراحل تتخللها تطورات كبيرة على كافة المستويات. دعونا مشاهدينا نبحر معكم في هذه الفقرة. منذ بدء الحياة على الكوكب الأزرق والإنسان يتعايش مع الظروف والتحديات التي تفرضها الطبيعة ويحاول جاهداً في البحث عن الوجود والبقاء. تحدى الإنسان جميع المخاطر التي واجهته على مر العصور ليصبح من أقوى المخلوقات على وجه الأرض، ولكن مهما صعبت التحديات في مواجهة مخلوقات الطبيعة وظروفها، لا شيء يرقى أمام مهمة القضاء على الأمراض والفيروسات والتشوهات الخلقية. خلال السنوات العشر الماضية قفزت البشرية بخطوات عملاقة في مجال الطب، وخاصة في فهم وتعديل الموروث الجيني للبشر DNA، إذ اكتشف مجموعة من العلماء والباحثين في جامعتي بيركلي وMIT الأمريكيتين نوعاً من البروتين يسمى CRISPR-Cas9 يمكن برمجته لاستهداف جين محدد والالتصاق به ليقوم بقطعه بدقة مثل المقص وإزالة الشوائب والأجزاء غير المرغوب بها ليعاد تركيبه بخصائص جديدة. هذه العملية ستتيح للعلماء محاربة التشوهات الخلقية وعلاج حالات التوحد وجعل مناعة جسم الإنسان أقوى بكثير للتخلص من الأمراض الخبيثة والمستعصية، ومن إمكاناته أيضاً التحكم بشكل وتكوين جسم الإنسان كالطول ولون العيون وحتى الذكاء. وبعد كل هذا، هل سنرى في المستقبل إعادة للهندسة البشرية والعيش لمدة أطول ليتحقق بذلك بيت القصيد: ألا ليت الشباب يعود يوماً ويصبح واقعاً؟